من له أذن للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 17 عن تاريخ البدع والهرطقات التي قامت في العصور الأولى. ما يقوله الروح للكنائس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قلت لكم من ضمن الحاجات اللي عايزين ندرسها ايه؟ تاريخ البدع والهرطقات التي قامت في العصور الأولى. من أول البدع التي قامت هي بدع المتهودين الذين أرادوا تهويد المسيحية ودخلوا في المسيحية واستبقوا في داخلهم الطقوس اليهودية والتعاليم اليهودية، بل إنهم أصروا على أن يحافظوا على الناموس الموسوي من جهة السبت ومن جهة الختان، واعتبروا أن الأمم الذين لم يختتنوا يبقوا نجسين. اشترطوا هذا الأمر حركة التهود في المسيحية، وهذه الحركة حاربها القديس بولس الرسول بكل قوة، وفي رسالته إلى كولوسي إصحاح 2 آية 16 و17 قال: لا يحكم أحد عليكم في أكل ولا شرب ولا من جهة هلال أو سبت إلى آخره، التي هي ظل الأمور العتيدة. ظل الأمور العتيدة يعني رموز في القديم لما يأتي في العهد الجديد، أما جسد فالمسيح. وأيضا وبخ أهل غلطية عن هذا من جهة هذا الأمر، وقال لهم: أبعد ما بدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ وقال لهم: أيها الغلاطيون الأغبياء. واتكلم عن الموضوع ده كتير في الرسالة إلى روميا، بل إنه أيضا وبخ بطرس الرسول في غلاطية إصحاح 2 وقال له: إذا كنت وأنت يهودي تسلك كالأمم فلماذا تطلب من الأمم أن يتهودوا؟ لذلك هؤلاء الناس كانوا ضد القديس بولس الرسول، والمتشددون منهم لم يعترفوا برسائل بولس الرسول ولا به كرسول. المعتدلين وافقوا انهم يعتبروا الرسول، لكن ما بيوافقوش على الرسائل. يعني هؤلاء المتهودون سموهم في التاريخ الأبيونيين، وكلمة أبيونيين يعني فقراء أو مساكين، فاعتبرهم أنهم ناس مساكين في تفكيرهم في اتجاههم، وأصبحت الأبيونية هي هرطقة هؤلاء المتهودين. أصروا على ناموس موسى، ولو أنهم أصروا على الختان والسبت لكانت المسألة تبقى سهلة، لكنهم دخلوا في هرطقات خاصة بالسيد المسيح نفسه، فقالوا أن السيد المسيح لم يولد من عذراء وولد ولادة طبيعية من مريم ويوسف، واعتبروا
الآية اللي جت في أشعية 7، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، إن الترجمة بدل كلمة عذراء يقولوا فتاة. طبعا ده وضع يهودي، ولكن مع ذلك اعتبروا أن السيد المسيح هو المسيح المنتظر. ولكن على الرغم من اعتقادهم أنه هو المسيح لم يعتبروه إلها، فأنكروا لاهوته، وأيضا أنكروا وجود سابق له قبل التجسد. يعني كأن بداية حياته تبقى بالتجسد، وطبعا دي بقى ضد لاهوته، اللي هينكر لاهوته هيقول كده. هؤلاء تكلم عنهم يوسبيوس في تاريخه المعروف، وتكلم عنهم القديس يوستينوس الذي عاش في القرن الثاني، والقديس إريناوس الذي عاش في القرن الثاني وتنيح في أوائل القرن الثالث، وتحدث عنهم القديس جيروم اللي عاش في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس. والقديس جيروم قال عنهم: لا هم يهود ولا هم مسيحيون ولا خلاص لهم. طبعا مش هم يهود لأنهم بيؤمنوا بالمسيح وبتعاليمه ومعجزاته وبأنه المسيح، ولا هم مسيحيون لأنهم لا يؤمنون بلاهوت المسيح ولا بولادته من عذراء. غير أن هؤلاء المتهودين كان بعضهم معتدل وبعضهم متطرف، لكنهم المعتدلون والمتطرفون أنكروا الرسائل بولس، وأنكروا لاهوت المسيح، وأنكروا وجوده السابق قبل التجسد، والكنيسة بمضي الوقت حكمت بقطعهم من الشركة الكنسية. ذكرهم أيضا أوريجانوس في كتابه الرد على كلسوس. يريد تقروا الرد على كلسوس ده، ده ترجم إلى اللغة العربية وطبع. مجموعة تانية من المبتدعين هم النيقولاويون. النيقولاويون دول ورد اسمهم في رسائل السيد المسيح التي سلمها لقديس يوحنا الرسول في الإصحاح الثاني من سفر الرؤيا، في رسالته إلى ملاك كنيسة أفسس وإلى ملاك كنيسة برجاموس: التعاليم النيقولاويين الذي أبغضه. وقال له: أنت تبغض تعليم النيقولاويين أيضا. العجيب في هؤلاء النيقولاويين إنهم ينتسبون إلى نيقولاوس أحد الشمامسة السبعة، الذي قيل عنهم إنهم ممتلئون من الروح القدس والحكمة. مش عارف جرى له إيه الرجل ده فعله. هقول لكم جرى له إيه فعله. توجد قصتان أقربهما إلى العقل. إنه كان متزوجا امرأة جميلة جدا. هنرجع للمثل شرشيلة فام. يعني المرأة الجميلة جدا دي كان هو بيغار عليها، فالرسل وبخوه على الغيرة الزائدة دي. فإحدى القصص بتقول إنه جابها وقال اللي عايز ياخدها ياخدها ويتجوزها، ما عنديش مانع. طبعا الحكاية دي أنا مش داخل دماغ، يعني إيه هيطلق ويتجوز والحكاية تمر إزاي دي. لكن قصة تانية بتقول إنه هو يعني لما بدأ العصر المسيحي و فيه الكلام عن العفة والحاجات دي، انه قال لزوجته:
يعني ما نعيش كأزواج ونفترق عن الحياة الزوجية وممارستها. وفعلا عملوا كده، وبعد مدة ما استطاعش إنه يحتمل ورجع لها تاني، وعشان يبرر موقفه يعني لخبط من ناحية العفة، ونادوا بمعاشرة النساء خارج نطاق الأزواج حتى الزوجية، فعاش هو وأتباعه في حياة الفسق، ولذلك اعتبر مبتدعا. الرأي الأخف من كده الذي يقوله القديس إكليماندوس الإسكندري إن أتباع نيقولاوس هم اللي مشوا في الغلط ده، ونيقولاوس نفسه لم يعاشر امرأة غير زوجته، وكان أولاده عفيفين وبناته بتوليات، بس أنصاره هم اللي كانوا وحشين. ويحاول القديس إكليماندوس الإسكندري أن يبرر هذا الأمر بأن على لسان السيد المسيح لم يذكر نيقولاوس وإنما النيقولاويين. في كلامه إلى ملاك كنيسة أفسس: عندك هذا أنك تبغض أعمال النيقولاويين التي أبغضها أنا أيضا. ما قالش نيقولاوس. وفي كلامه إلى ملاك كنيسة برجاموس برضو في إصحاح 2: عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعاليم النيقولاويين الذي أبغضه. فقالوا أنصاره هم اللي مشوا غلط بالشكل ده، لكن هو لا. سواء كان هو لوحده أو هو وأنصاره أو أنصاره لوحديهم، فتعاليم النيقولاويين كانت تعاليم خاطئة من جهة العفة، كما أنهم أباحوا ما ذبح للأوثان. وذكرهم القديس إبيفانيوس والقديس إيريناوس والقديس جيروم، وطبعا القديس إكليماندوس ويوسابيوس يوسابيوس المؤرخ. دول الاثنين دول ممن يذكرون في الكتاب المقدس سواء بالعلن أو دمجا. من المبتدعين الأوائل برضو أبوليناريوس. أبوليناريوس ده عاش في القرن الرابع، وكان أسقفا للاوديكيا في النصف الثاني من القرن الرابع، وعاشر قديسين كبار مثل قديس أثناسيوس الرسولي الذي تنيح سنة 373، ومثل قديس إغريغوريوس النيازيانزي وقديسي القرن الرابع. وأثناسيوس كتب ضده، وبرضه قديس إغريغوريوس النيازيانزي الناطق بالإلهيات كتب ضده أيضا. مات سنة 392، حكم عليه في مجمع القسطنطينية سنة 381، وحكم عليه في الإسكندرية سنة 362، يبقى بواسطة أثناسيوس. حكم عليه في روما سنة 371 في حياة أثناسيوس برضو. ده بقى يعني كان من المدافعين عن الإيمان السليم ضد الأريوسية، وفيما يهاجم الأريوسية وقع في بدعة. يذكرنا أيضا بأوطاخي فيما يدافع عن الإيمان السليم ضد النسطورية، وقع في بدعة الأوطاخية. ودي تورينا برضو أن ما يصحش حد يتعرض للإيمان
إلا من الواثقين بالفكر السليم وبالإيمان السليم، لأن فيما واحد يدافع ضد بدعة يقع هو آخر في بدعة، زي أبوليناريوس ده. جات البدعة منين؟ الأريوسيون كانوا ضد لاهوت المسيح، بس كانوا ضد لاهوت المسيح يعني قالوا أن المسيح مش إله وأنه ليس مساويا للآب في الجوهر، وإنما أيضا قالوا أن كانت له إرادة حرة، ممكن تمشي في الخير وممكن تمشي في الشر. طبعا هم مش مسكين عليه شر، لكن نظريا يقول لك ليه إرادة حرة، ممكن تمشي في الخير وممكن تمشي في الشر. فجه أبوليناريوس علشان يهاجمهم في النقطة دي، قال إن الإرادة الحرة بتيجي من النفس البشرية، النفس العاقلة الحرة اللي بتختار الطريق ده أو ده. فقال لهم لا، المسيح ما كانش ليه نفس بشرية حر، ممكن يحيا بصفته اللوجوس، بصفته الكلمة، بصفته الأقنوم الثاني، يحيا بالروح القدس الذي فيه وما يحتاجش لنفس. فأنكر النفس البشرية في السيد المسيح. لما أنكر النفس البشرية الكنيسة حرمته طبعا، كلموه وبعتوا له رسائل ولم ينتصح، لأن لو كان المسيح ليست له نفس بشرية لا يكون له ناسوت كامل، ويبقى لم يأخذ طبيعتنا البشرية الكاملة وإنما أخذ جزءا منها. على رأي قديس غريغوريوس النيازيانزي يعني ناطق بالإلهيات، قال هو بياخد نص الطبيعة البشرية يسيب النفس وخليه في الجسد. طب هو برضو ممكن إن الجسد يعني بطريقته هو ممكن يكون سبب خطأ، فيبقى هو ما جابش النتيجة في دفاعه عن الإيمان. العجيبة إن هو يعني شوفوا الهراطقة، من العجب أنهم ممكن أن يحاولوا إثبات هرطقاتهم بآيات. إيه الآيات؟ يقول لك في يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا، ما جابش سيرة النفس. وفي تيموثاوس الأولى 3:16 عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. لكن في الحقيقة وكما قال القديس غريغوريوس أسقف نيسوس، إن كلمة جسد هنا بتعني الإنسان كله، بتاعت الإنسان إيه كله، يعني ساعات الإنسان كله يعبر عنه بكلمة نفس أو يعبر عنه بكلمة إيه جسد، من حيث إطلاق الجزء على الكل. زي ما نقول إن الذين خلصوا من الطوفان 8 أنفس بالماء، ومش بس أنفس، هو 8 أشخاص، الشخص كله أطلق عليه كلمة نفس، كذلك كلمة إيه جسد. زي ما المسيح يقول في متى 24 لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص جسد، هو مقصود لم يخلص به أي بني آدم، يعني شخص بحاله بس أطلق عليه كلمة جسد. لكن مش معقول السيد المسيح لم يأخذ من طبيعتنا إلا الجسد فقط، ما يبقاش ابن للإنسان له نفس طبيعة الإنسان الطبيعة الكاملة. نكتفي بدول ونكمل باقي بعدين. تفضل مصطفى.